مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة حلقة هتكون مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن هي بتسبق مباشرة قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة القمة رقم 118 ما بين الأهلي والزمالك. هذه المباراة الهامة جدا جدا جدا. ممكن تقول هامة ليه؟ ما الأهلي خلاص حسم بطولة الدوري. لا طبعا، الأهلي حسم بطولة الدوري، لكن في نفس الوقت تبقى مباريات الأهلي والزمالك مباريات قمة وبطولة في حد ذاتها هذه المباراة. فبالتالي دايما دايما بيبقى في ترقب من كل جماهير الكرة المصرية بشكل عام، ومن جماهير الأهلي والزمالك بشكل خاص. وكل جمهور من الفرقتين بيتمنى دايما ان ناديه هو اللي يفوز بالمباراة. احنا اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد عشان تكون خير ختام وخير احتفال ببطولة الدوري من خلال الفوز على نادي الزمالك بإذن الله. عندنا كلام كتير جدا بخصوص هذه المباراة. خليني اقول لحضراتكم الجزء الثاني من حلقة النهاردة. هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الأستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، وهيكون كلام مفصل بشكل كبير جدا على مباراة القمة غدا إن شاء الله. وعندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها، لكن هنشوف أهم وأبرز العناوين الأول. يلا بينا. غدا القمة 118 كلاسيكو الكرة المصرية. الأهلي يبحث عن ختام مثالي يليق ببطل الدوري. تركيز وجدية في معسكر الأحمر قبل مواجهة الزمالك. طاقم تحكيم مجري لإدارة القمة. وليد أزارو ينفي الرحيل عن الأهلي. حسم ملف المدير الفني للفراعنة في أغسطس. وبرشلونة يمنح ميسي أحقية تجديد عقده مدى الحياة. يا أولاد أنتوا بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. تتناقل الكرة أقدام الفريقين، هجمة هنا وهجمة هنا، وماشي بالطالع ولعبها جوه، لعبها جوه جوه. الأرض عندي جوه مع جاي جامد ده. قبل زكريا بس برجل مين جامدة؟ فتح حلمي بيفكر يشوط من بعيد جامدة. طيب اكيد مباراه بكره هتكون مباراه مهمه جدا، وخلاص الاهتمام بهذه المباراه دايما بيكون كبير من كل الجماهير. ان شاء الله المباراه هتكون في تمام الساعه 8 مساء على استاد الجيش ببرج العرب، وده بعد ما النادي الاهلي حسم بطوله الدوري بشكل رسمي ونهائي طبعا من خلال مباراه المقاولون العرب والفوز بنتيجه 3-1. وكمان الجميل ان كان في اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه المقاولين العرب. نتمنى الاداء ده يستمر ويكون احسن كمان من كده في مباراة الزمالك غدا إن شاء الله. هذه المباراة الهامة جدا. بالتالي كلام كثير جدا على هذه المباراة، وبالتحديد فيما يتعلق بتسليم درع الدوري في أرض الملعب. وطلعت طبعا تصريحات من اتحاد الكرة إن خلاص مش هينفع إن احنا نسلم درع الدوري في أرض الملعب، عشان هيكون في احتفالية خاصة لبطل الدوري في أحد الفنادق بعد انتهاء المباراة، مش بعد انتهاء المباراة مباشرة، يعني بعد انتهاء الموسم، يعني كمان كام يوم بعد ما تخلص مباراة الأهلي والزمالك هيكون في احتفالية خاصة بتوزيع بعض الجوائز كمان بشكل عام، مش بطولة الدوري بس، لكن الأساسي هيكون توزيع أو إهداء النادي الأهلي بطولة الدوري وإعطائه هذا الدرع الهام جدا من خلال احتفالية هتكون مهمة. لكن ليه ما يبقاش في احتفال بالدرع في أرض الملعب؟ يعني إحنا لحد إمتى يا جماعة هنفضل زي ما احنا كده؟ ما فيش اي ابتكار. هو موضوع اصلا كمان مش ابتكار، ده كل أندية العالم او كل الدوريات في العالم كلهم اي حد بيفوز ببطولة الدوري ايا كان هيقابل مين المنافس في اخر مباراة ليه بيحتفل ببطولة الدوري، بياخد الدرع
دي اللحظة اللي بتستناها كل الأندية وكل الجماهير، إن الفريق اللي فاز بالبطولة يحتفل بالدرع في أرض الملعب. إيه العائق؟ إيه الأزمة في كده يعني؟ والكلام مش عشان الأهلي بس فاز ببطولة الدوري، لا إحنا بنتكلم بشكل عام، أي نادي يفوز بأي بطولة، سيبك مش بس بطولة الدوري، كأس مصر، أي بطولة، إحنا بنتكلم طبعًا عن المسابقات المحلية بالتحديد، لأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو الاتحاد الوحيد اللي بيعمل الموضوع ده يعني. تجنبا بقى الازمات او مشاكل، مفيش ازمات ولا مشاكل يا جماعه، لازم نرتقي شويه بالثقافه بتاعتنا، لازم ان احنا نحاول نقلد الناس بتوع اوروبا وبتوع العالم كله. العالم كله في الحقيقه بيعمل الموضوع ده، بيبقى في احتفال بالدوري في ارضيه الملعب او باي بطوله يعني خاصه باي اتحاد في اي حته في العالم، وكده كده مفيش جمهور كتير في المدرجات يعني ان شاء الله بكره تبقى اخر مباراه بدون جمهور باذن الله. بالمناسبه يعني ان شاء الله باذن الله من الموسم الجديد هيكون في جماهير بشكل طبيعي بعد ما شفنا شكل مميز جدا من جماهير في بطوله الامم الافريقيه السابقه. فجزئيه في الحقيقه مهمه، والواحد مش لاقي اي سبب خالص ان النادي الاهلي ما يحتفلش بدرع الدوري في ارضيه الملعب، ومفيش اي امور تمنع كده في الحقيقه. الحاجه الوحيده اللي تمنع كده او اللي بيمنعوا الموضوع ده هم اتحاد الكره، الاتحاد المصري لكره القدم، ليه مش عارف. نفسنا ان احنا نحاول نرتقي شويه، نحاول ان احنا نعمل امور واشكال جيده احتفاليه خاصه باي بطل، لان ده حقه، اي بطل حقه ان هو يحتفل بالبطوله في ارض الملعب ايا كان انت هتقابل مين. الموضوع مش متعلق ان الاهلي عايز يحتفل بالبطوله قدام لاعيبه الزمالك، لا اطلاقا. لو الاهلي هيلاعب الاتحاد بكره من حقه ان هو ياخد درع الدوري في الملعب، لو هيلعب الاسماعيلي وهيلعب اي حد مش شرط نادي الزمالك، لان برضه الموضوع متعلق بين البعض، يقول لك لازم يبقى في ممر شرفي ولازم يبقى في كلام من ده. الكلام ده بيحصل في اوروبا، عندناش احنا شويه الثقافه دي ان يكون في ممر شرفي للفائز ايا كان مين هو الفائز ايا كان. طبعا النادي الاهلي فاز بالدوري فبرضه تبقى حاجه كويسه ليه ممر شرفي يعني في الحقيقه، لكن للاسف هنا الثقافه مش موجوده. لو الزمالك فاز بالدوري سنه جايه او حاجه يعني مثلا، او اي نادي اسماعيلي اي نادي في مصر فاز بالدوري، الفريق اللي هيكون معاه في اخر مباراه في الدوري يحتفل بيه او يعمل له ممر شرفي زي ما المفروض بصراحه النادي الاهلي يحتفل بالشكل اللي يناسبه واللي يليق بالنادي الاهلي واللي يليق بموسم صعب جدا جدا هذا الموسم الكروي في مصر، اللي من خلاله قدر النادي الاهلي ان هو يفوز ببطوله الدوري. مش بنطالب بحته الممر الشرفي دي برضه عشان كلامنا يبقى واضح يعني، عشان احنا هنا لسه مش متعودين على الامور دي، بس عايزين نحاول نتعود، عايزين نحاول نتطور، ما فيهاش حاجه خالص، نحاول نتطور نشوف العالم بيعمل ايه ويعمل. الجمهور حقه ان هو يفرح حتى لو مش موجود في المدرجات، اللقطات اللي بيشوفها في التلفزيون لفرقته هي ماسكه اللقب بيبقى لقطات بالنسبه له مفرحه جدا. اللاعبين نفسهم او حقهم ان هم يفرحوا باللقب في ارضيه الملعب، كل الامور دي اللي بنشوفها في اي حته في العالم نفسنا ان احنا نشوفها بقى في الدوري المصري. الحمد لله شفنا بنيه تحتيه في بطوله الامم الافريقيه، شفنا ملاعب جيده جدا، شفنا كل حاجه، شفنا كل حاجه كويسه تمام، وان شاء الله هنشوف الجمهور في الموسم الجديد. في الموسم الجديد كمان عايزين نشوف ايه، نشوف هذه الامور الاحتفاليه اللي بتفرح الابطال اللي بيفوزوا باي بطوله ايا كان مين هو النادي. طبعا تمنياتنا دايما النادي الاهلي هو اللي يفوز يعني، لكن احنا بنتكلم بشكل عام للكره المصريه بشكل عام، ان كل هذه الاجواء الاحتفاليه لازم ان هي تتوافر لجميع العناصر سواء جمهور جهاز فني لاعبين من يفوزوا باللقب حقهم ان هم يحتفلوا يعني. فان شاء الله نتمنى ان احنا نرتقي شويه وان احنا نحاول نلاقي كل هذه الامور الاحتفاليه في الملاعب المصريه. وبالمناسبه 2015 الزمالك فاز ببطولة الدوري واتعمل له احتفالية في أرضية الملعب. مش عايز أقول اشمعنى، ممكن التوقيت يكون مختلف ولا حاجة، لكن حصلت أهي يعني. ما أعتقدش إن يعني كان في جمهور ساعتها، ما كانش في جمهور ساعتها. ودلوقتي برضه ما فيش جمهور، فما فيهاش حاجة يعني الأهلي لما ياخد الدرع في أرض الملعب حاجة يعني حاجة مطلوبة في الحقيقة يعني. فغريب أوي الوضع أو الموقف ده. بالتحديد ايا كان نتمنى من الموسم الجاي، احنا على مدار الحلقات اللي فاتت كل ما تيجي حاجه سلبيه نقول نتمنى من الموسم الجاي. فعلا نفسنا نشوف الموسم اللي جاي طبعا دوري منتظم، كل الحاجات شفناها الموسم ده سلبيه ما تتكررش، وكل الامور الايجابيه اللي نفسنا نشوفها للدوري المصري وللانديه المصريه باذن الله تحصل في الموسم الجديد. طيب عندنا كلام كتير جدا واخبار كتير بتتعلق بالنادي الاهلي سواء في الصحف او في المواقع، خلينا نبتدي بالصحف يلا بينا. أخبار اليوم، غدا القمة 118 كلاسيكو الكرة المصرية، الأهلي يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك في الختام، تركيز وجدية في معسكر الأحمر ونغمة تحصيل حاصل مرفوضة.
الأهرام 24 ساعة على كلاسيكو القاهرة. الأهلي يرفع درجة الاستعداد قبل المواجهة. تكليفات خاصة لفتحي وتحذير من خدعة خلافات الأبيض. الأخبار المسائي، الأهلي يبحث عن الختام المثالي. الفريق ينهي الاحتفالات وجلسات مكثفة ومكافآت لتحفيز اللاعبين قبل القمة. اليوم السابع، الأهلي يجهز الليلة خطة تدمير الأبيض ببرج العرب. المساء، الأهلي أغلق على نجومه، سحب الموبايلات واللابتوب وجلسات إعداد للاعبين. الأخبار المسائي، عبد الحفيظ، القمة حالة خاصة ونسعى للفوز. الشروق، مكافآت خاصة للاعبي الأهلي في حالة الفوز بالقمة. عبد الحفيظ، الفريق مكتمل الصفوف باستثناء المصابين وسعد سمير يعود للتدريبات منتصف أغسطس. الجمهورية، معلول أفضل لاعب محلي، رفض الإغراءات للبقاء في القلعة الحمراء ويكتب تاريخا جديدا. المصري اليوم، النادي حمل اسم منطقة التأسيس والكلمة من عصر ما قبل الانفصال عن السودان. اطلع برا بطل جنوب السودان، متحدي الأهلي في أفريقيا. يا طاهر أبو زيد، لا يا مختار، براس مختار، وماشي مختار، يا لو ماشي للخطيب، والخطيب يرعب، وراس لازلتين، وحيجي الظهور، يا جول! وكأس أفريقيا مع أبطال مصر! وسلام تاني طاهر أبو زيد، وبيحطها يا أهداف في الحقيقة بيفكرنا بيها بيبو مخرجنا طبعا النهاردة، بأهداف جميلة جدا للنادي الأهلي على مدار تاريخه بشكل عام، منهم طبعا هدف أبو تريكة في الصفاقسي، وأهداف كتير جدا جدا جدا. الواحد بيفرح قوي لما بيشوف الأهداف دي. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح، مراسل قناة الأهلي والمرافق لفريق النادي الأهلي بمقر إقامته ببرج العرب استعدادا لمباراة الغد. يا فاروق، مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وخليني أبارك لك ببطولة الدوري رقم 41 للنادي الأهلي. مبروك لكل جمهور النادي الأهلي بهذا اللقب الغالي، وإن شاء الله ألقاب كتيرة لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية من خلال الفريق الأول لكرة القدم ومختلف كمان الألعاب داخل النادي الأهلي. يا فاروق بالتحديد، طمني آخر الأخبار، آخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة القمة غدا إن شاء الله، قولي. خليني اقول لك ان خلال 5 دقائق من الان هيتحرك الفريق لاداء المران الاخير النهارده. حاله من التفاؤل، حاله من الثقه، حاله من التركيز تسود المعسكر لفريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مع انتهاء اول امس خلاص قال انتهت الاحتفالات، انتهت فرحه التتويج بالدرع الدوري، ونبدا بنركز في القادم، بنركز في لقاء الزمالك. حضور الكابتن محمود الخطيب بالامس امير، خليني اقول لك ان كان ليه اثر بالغ على لاعبي النادي الاهلي، ووجه الكثير من الرسائل. ابرز هذه الرسائل ان احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا سريعا بنطوي صفحات البطولات من اجل الاستعداد ان انا اكتب صفحه جديده وبطوله جديده. وجود الكابتن خطيب وحرصه ان هو يسلم على جميع افراد الجهاز الفني، اللاعبين فرد بفرد، وهنأهم وشكرهم على ادائهم في اللقاء المقاولون وادائهم على مدار
الموسم وحضوره للمران كان دي اثر بالغ على اللاعبين، وايضا حثهم على ضروره التوفيق التركيز في المرحله اللي جايه واسعاد جماهير النادي الاهلي. للفريق زي ما قلت لك يا امير، في روح معنويه عاليه ما بين اللاعبين، في حاله من التركيز، في تفاؤل، في ثقه، كلها امور يعني نقدر من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا نطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، على قدر ان هم يسعدوا لاعبي جماهير النادي الاهلي خلال المباراه غدا بمشيئه الله. زي ما قلت لك ان خلال الخمس دقائق هيتحرك الباص للفريق للملعب لاداء المران. النهارده الفريق تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30، والامور كلها يعني تطمن جماهير النادي الاهلي، بنطمن بحاله اللاعبين، ما عندناش الحمد لله اي اصابات، حاله الجاهزيه، الحاله البدنيه العاليه اللي عند اللاعبين، كلها امور تطمن يا امير وتبشر جماهير النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هل كان في محاضرات يا فاروق من قبل مستر لاسارتي للاعبين؟ محاضرات، هو طبيعي بيبقى في محاضرات، لكن المحاضرات كانت مكثفه شويه عشان مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك. يعني كان في جزء من المحاضرات للكابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو حب ان يوصل برضه للاعبين او يحث اللاعبين على ضروره واهميه وقيمه مباراه الزمالك، وان هي طبعا بطوله ثانيه يا امير، انت عارف طبعا الزمالك بطوله ثانيه مختلفه تماما عن بطوله الدوري، وضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي. انت عارف اللقاء الاهلي والزمالك بيبقى ديربي ما بين الفريقين، الجماهير مستنيه ان شاء الله النادي الاهلي يختم الموسم بعد التتويج بفوز على نادي الزمالك، بتمناه ان شاء الله من اجل اكمال فرحه الدوري بمشيئه الله. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنتواصل معاك اول باول عشان نعرف اخر الجديد الخاص باخر مران لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. زميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس القناه الاهلي كان معانا على الهاتف وطمنا بشكل كبير جدا على كل اخبار النادي الاهلي قبل مباراه بكره ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره باذن الله، اللعيبه يكونوا مركزين كالعاده وان شاء الله يقدروا ان هم يحققوا فوز مهم على نادي الزمالك. مش مؤثر في البطولة طبعا، فوز مش مؤثر في البطولة، لكن فوز مهم لجمهور النادي الأهلي ومهم جدا جدا للاعبين والجهاز الفني بالتحديد. لما تكسب فريق نادي الزمالك وانت بطل الدوري هتبقى فرحة كبيرة وفرحة مميزة جدا ان شاء الله بنتمناها غدا من لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني. خلينا نروح بقى نناقش بعض الأخبار في الصحف ونبتدي بجريدة أخبار اليوم واللي بتقول ايه. بتقول غدا القمة 118 كلاسيكو الكرة المصرية، الأهلي يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك، وتركيز وجدية في معسكر الأحمر ونغمة تحصيل حاصل مرفوضة. طيب يعني جزئية نغمة تحصيل حاصل هي مرفوضة أوكي، لكن هي حاجة واقع، المباراة فعلا تحصيل حاصل ما بين الأهلي والزمالك. أنت الدوري اتحسم، الأهلي بطل الدوري والزمالك تاني المسابقة والتالت بيراميدز، ودي النتيجة اللي وصلت في آخر البطولة يعني بعد موسم طويل جدا. لكن في نفس الوقت مرفوض إنك كلاعب تحط في ذهنك إن المباراة دي تحصيل حاصل. ليه؟ لأن هي مباراة بطولة في حد ذاتها، يعني لازم إن أنت تكسب نادي الزمالك. يعني مش هيأثر معاك طبعا الهزيمة لا قدر الله يعني في بطولة الدوري، لكن في نفس الوقت معنويا عند جمهور النادي الأهلي عند اللاعبين نفسهم وانت مقبل على موسم من جديد تختمه بفوز كبير ان شاء الله على نادي الزمالك من خلال مباراة الغد، ده شيء مهم قوي. لكن في نفس الوقت برضو لازم يكون في تركيز وجدية بشكل كبير جدا من اللاعبين، ودول اكيد واضحين. وزي ما قال لنا زميلنا العزيز فاروق صلاح في المعسكر الخاص بالنادي الاهلي ان اللاعبين والجهاز الفني مركزين بشكل كبير جدا على ضروره ان هم ان شاء الله يفوزوا في مباراه الغد لاسعاد جمهور النادي الاهلي، وده اللي احنا منتظرينه باذن الله. نروح للاهرام. الاهرام بتقول 24 ساعه على كلاسيكو القاهره، الاهلي يرفع درجه الاستعداد قبل المواجهه، تكاليف او تكليفات خاصه لفتحي وتحذير من خدعه خلافات الابيض. طيب الاستعدادات احنا خلاص اتكلمنا فيها وقلنا خلاص المباراه بتبقى خاصه جدا واستعداداتها بتبقى اكيد خاصه ايضا، فبالتالي الاستعدادات اتكلمنا فيها. لكن في جزئيه بالتحديد بناء على الخبر اللي كتباه جريده الاهرام ان في تكليفات خاصه لحمدي فتحي.
التكليفات من خلال المتن اللي قريناه كده بتخص ايه؟ بتخص ان في تعليمات لحمدي فتحي ان هو يراقب فرجاني ساسي نجم النادي الزمالك. وفعلا فرجاني ساسي لعيب كبير جدا 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 ومؤثر في صفوف نادي الزمالك بكل تاكيد يعني. فعلى حسب المكتوب في متن الخبر ان التعليمات لحمدي فتحي ان هو لازم يكون حذر بشكل كبير ويتابع ويراقب بشكل كبير فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. وفي تحذيرات من خدعه معينه، خدعه بتتمثل في ايه؟ في الخلافات الموجوده في نادي الزمالك. سامعين ان في خلافات هناك ومشاكل امور عديده كده بنسمعها، لكن في نفس الوقت الخلافات دي ما تخلكش مطمن الزمالك عنده مشاكل وكلام من ده فاحنا هنكسب. لا، الامور ما بتبقاش كده. المباريات بتبقى في الملعب في ال 90 دقيقه، ملناش علاقه باي خلافات في اي نادي اخر طبعا، لكن ده ما يدلش ان انت عندك افضليه. انت عندك افضليه معنويه، افضليه معنويه، لكن في نفس الوقت الزمالك بدنيا جاهز وفنيا جاهز، بيأدي بشكل كويس في الملعب وفاز على الاسماعيلي 3-1. في نفس الوقت انت بدنيا جاهز وفنيا جاهز، لكن معنويا انت اجهز من نادي الزمالك. دي الحاجه الايجابيه اللي هتفوقك على نادي الزمالك، لكن برضو في 90 دقيقه في الملعب الامور بتختلف، مجريات اللقاء بتختلف، فلازم نكون مركزين بشكل كبير جدا، ملناش اي دعوه باي حاجه بتحصل عند نادي الزمالك. الاهم التركيز كله يكون منصب في الفريق ومنصب لمصلحه النادي الاهلي ان هو يفوز ان شاء الله باذن الله من مباراه الغد. نروح للاخبار المسائي واللي بيقول ان الاهلي بيبحث عن ختام مثالي. الفريق بينهي الاحتفالات وجلسات مكثفه ومكافئات لتحفيز اللاعبين قبل القمه. حته المكافئات والكلام دي كلها، الامور دي كلها بتخص اللائحه، ولو في اي تعديلات في اللائحه او مكافئات اضافيه بالتحديد مش تعديلات يعني، بتبقى بتخص مدير الكره الكابتن سعد عبد الحفيظ مع اللاعبين، وكل هذه الامور دي يعني دي مش هنتكلم فيها. لكن في نفس الوقت انت احتفلت بعد الفوز على المقاولين، حقك ان انت تحتفل ببطوله الدوري، لكن سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي ولاعيبته ان خلاص انت كسبت، احتفلت النهارده وبكره، من بعد بكره على طول بتركز عشان مباراه الزمالك او اي مباراه اخرى يعني. ايا كان انت حققت ايه، لازم بتحاول ان انت تحقق اكتر من كده بكتير. الفوز على نادي الزمالك هيكون ليه طعم خاص في ظل الاحتفالات ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي، هو فعلا هيكون ختام مثالي للموسم يعني. اليوم السابع، الاهلي يجهز الليله خطه تدمير الابيض ببرج العرب. ساعات بيبقى في عناوين مثيره شويه، تدمير وكلام، في الاخر هي كره قدم يعني. مباراه الاهلي والزمالك مباراه طبعا قويه فنيا وبدنيا وكل حاجه، لكن في الاخر هي مباراه كره قدم. لكن الاهلي بيجهز ازاي؟ من خلال محاضرات فنيه اكيد من مستر مارتن لاسارتي من الجهاز الفني بالكامل مع اللاعبين، تجهزهم نفسيا وذهنيا للمباراه. ذهنيا دي مهمه قوي، لان انت في نفس الوقت اللي هتلعب فيه مباراه مهمه مع نادي كبير زي نادي الزمالك انت بتحتفل ببطوله الدوري، فلازم تفصل. افصل، انت بطل الدوري، انت بطل الدوري خلاص، الموضوع منتهي، الموضوع اتحسم، فرحنا الحمد لله. لكن في نفس الوقت لازم تركز على ان انت مباراتك مع الزمالك دي بطوله خاصه، فافصل. ده شيء مهم جدا للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني. خطه اكيد هيكون في استراتيجيه معينه، ممكن يكون في كمان خطه معينه، مفاجات وارد دايما، ممكن بنلاقي مفاجات في مباريات الاهلي والزمالك سواء من الاهلي او من الزمالك، لكن بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي وارد ان يكون في مفاجات. ما عندناش طبعا معلومات مؤكده، وده شيء يخص الجهاز الفني بالكامل وبقياده طبعا مستر مارتين لاسارتي المدير الفني الاجراني لفريق النادي الاهلي، لكن وارد ان يكون في مفاجات، وارد ان يكون في تعديل في التشكيل. كل الامور دي امور فنيه خاصه بالجهاز الفني، فكله او النادي الاهلي بالتحديد بيجهز بشكل خططي وتكتيكي معين جدا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. نروح للمسا، الاهلي اغلق على نجومه سحب الموبايلات واللابتوب وجلسات اعداد للاعبين. موضوع سحب الموبايلات واللابتوب ده ما عندناش معلومه اكيده بيه، ده على عهده المسا، لكن انا ما اعتقدش يعني، في اعتقادي الشخصي ما فيش الكلام ده خالص، والله اعلم يعني، ما فيش معلومه اكيده، لكن ده على عهده طبعا جريده المسا. لكن في نفس الوقت الجلسات الخاصه باعداد اللاعبين دي جلسات بتبقى مهمه جدا وعلى طول بتبقى موجوده بالمناسبه يعني ما بين الجهاز الفني واللاعبين، على حسب كل مباراه، على حسب الفكر اللي عايز يطبقه الجهاز الفني في كل مباراه بياخدها النادي الاهلي. نروح للشروق،
مكافآت خاصة للاعبي الأهلي في حالة الفوز بالقمة. عبد الحفيظ الفريق مكتمل الصفوف باستثناء المصابين، وسعد سمير يعود للتدريبات منتصف أغسطس. قلنا حتة المكافآت دي خلاص دي حاجة بتخص الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي، لكن الفريق فعلا مكتمل الصفوف الحمد لله. إصابات يعني اللي هم بقى لهم فترة بعيدة، يعني سواء محمد محمود، شريف إكرامي، سعد سمير، كريم ندفد، هم دول إصابات النادي الأهلي فقط، بخلاف طبعا اللاعبين المستبعدين اللي بيأدوا مران في القاهرة هنا بالتحديد في استاد مختار التتش اللي مش هيكونوا متاحين في مباراة الزمالك. سعد سمير هيعود للتدريبات منتصف أغسطس، وده إن شاء الله طبقا للبرنامج الموضوع اللي سعد، وفي الحقيقة سعد ماشي في البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به بشكل مميز جدا، وبإذن الله يكون جاهز مع النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية، ومن ثم المباريات الرسمية بداية من منتصف شهر أغسطس القادم. يعني كمان 16-17 يوم كده سعد سمير يكون في التدريبات الجماعية إن شاء الله. نروح للجمهورية. معلول أفضل لاعب محلي رفض الإغراءات للبقاء في القلعة الحمراء ويكتب تاريخا جديدا. مهما اتكلمنا عن علي معلول السنة دي، الراجل بصراحة يعني مش عارف نديله حقه ليه، لأن الراجل عمل بطولة كويسة جدا، عمل موسم حلو قوي مع النادي الأهلي بصراحة، جاب حتى الآن تقريبا 7 أهداف وعمل 7 أسيست أو أكتر كمان، مؤثر في كل المباريات دفاعيا وهجوميا، لعيب كبير جدا جدا، وهو فعلا يستحق أفضل لاعب محلي في الموسم. ممكن في بعض الفترات كان في لاعبين في أندية أخرى بيظهروا وبيتألقوا، لكن اللاعب الأفضل دايما اللي بيكون على مدار الموسم كله مش لفترات معينة، وده اللي بينطبق على علي معلول. ففي الحقيقة علي معلول فعلا يستحق أن هو يكون أفضل لاعب في الموسم السنة دي في بطولة الدوري. ويعني خبر الجمهوريه بيقولوا ان هو جاله عروض كتير، وفي الحقيقه يعني اكيد بيتعرض على اللاعب بعض العروض من بعض الوكلاء، يعني عروض ما فيش حاجه رسميه يعني، لكن ممكن يكون جاله عروض من بعض الوكلاء بتحديد في السعوديه، كمان عروض لعلي معلول من بعض الوكلاء عشان كلامي يبقى واضح، ما فيش اي حاجه رسميه يعني، لكن في نفس الوقت اللاعب بيتمسك جدا بتواجده في النادي الاهلي، وبيتمسك جدا بالاستمرار داخل القلعه الحمراء، وهو او خلاص بقى في حاله ارتباط كبيرة جدا ما بين علي معلول وجمهور النادي الأهلي. هو في الحقيقة امتداد لنجوم محترفين جم للنادي الأهلي زي فلافيو، زي جيلبرتو، أنيس بوجلبان، طبعا اللاعب التونسي برضو ليه علاقة قوية جدا بجمهور النادي الأهلي. أعتقد أن علي معلول امتداد لهؤلاء اللاعبين في صفوف النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى له دايما التوفيق مع النادي الأهلي خلال المواسم المقبلة. طيب دي كانت أهم وأبرز أخبار النادي الأهلي في الصحف، إيه اللي كتب عن النادي الأهلي في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للأهلي: الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الزمالك. كورة: معلول يتأهب لكتابة التاريخ مع الأهلي. الفجر الرياضي: مران الأهلي الغائبون عن مواجهة الزمالك يؤدون تدريباتهم بالتتش. بوابة أخبار اليوم: عمار حمدي يعود لمران الأهلي. بوابة الشروق: رحل شريف إكرامي من تدريباته التأهيلية. صدى البلد: تدريبات تأهيلية لندفد ومحمد محمود بالأهلي. اليوم السابع: وليد أزارو لن أرحل عن الأهلي ومكمل مشوار البطولات. صوت الأمة: مفاجأة من جريزمان نجم برشلونة، لن أنسى فضل لاسارتي مدرب الأهلي، سر عشقي لأوروغواي. الجمهورية أونلاين: اليوم انطلاق اختبارات الناشئين لأبناء الأعضاء بالأهلي. الموقع الرسمي للأهلي: تدريبات بدنية مكثفة لرجال السلة. البوابة سبورت: منعم لاعب طائرة الأهلي يواصل التأهيل استعدادا للموسم الجديد. لسه مستمرين مع علي معلول، ونبتدي اخبارنا او اخبار الاهلي على المواقع بالتحديد من موقع كوره، واللي بيقول ان علي معلول يتاهب لكتابه التاريخ
مع الأهلي. قصدهم إيه؟ قصدهم إن علي معلول هو هداف الفريق حتى الآن في بطولة الدوري، هداف فريق النادي الأهلي، جايب 7 أهداف بعديه مروان محسن ووليد أزار وكل واحد فيهم 6 أهداف. لو مباراة القمة خلصت وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق ويفوز في هذه المباراة، وفضل علي معلول محتفظ برصيد 7 أهداف أو ضاعف طبعاً الرصيد، جاب أهداف أخرى يعني 8-9 أهداف كده نتمنى له إن شاء الله يحرز أهداف بكرة أو أي حد من زملائه يعني في الحقيقة. لكن لو حافظ علي معلول على صدارته الهداف النادي الأهلي في بطولة الدوري، هيكون أول مدافع في تاريخ النادي الأهلي يحقق لقب الهداف في موسم أنت حققت فيه البطولة. على مدار 40 نسخة لبطولة الدوري النادي الأهلي قدر أن هو يفوز فيهم قبل النسخة الحالية، كان الهداف دايما بيكون يا إما لاعب مهاجم يا إما لاعب في وسط الملعب. ما حصلتش أن في أي مرة كسبت فيها الدوري كان المدافع أو أحد مدافع النادي الأهلي كان هداف الفريق. ففي الحقيقة علي معلول هيبقى إنجاز كبير جدا بالنسبة له كأول مدافع يفوز بجائزة هداف الأهلي في بطولة الدوري، هداف الأهلي في بطولة الدوري، هي مش جائزة ولا حاجة بس هو لقب، أنت هداف الفرقة الموسم ده يعني. فده اللي ممكن ينطبق على علي معلول بعد مباراة الغد إن شاء الله، نتمنى له كل التوفيق هو وزمايله. في الحقيقة معلول يعني يحتفظ بهذا اللقب أو ما يحتفظ أو حد يجيب أهداف أو معلول اللي يجيب الأهداف، المهم إن الأهداف تيجي بكرة إن شاء الله، ومهم النادي الأهلي بإذن الله يفوز على الزمالك بكرة. نروح للفجر الرياضي. مران الأهلي الغائبون عن مواجهة الزمالك يؤدون تدريباتهم بالتتش. احنا في طبعا في مجموعة من اللاعبين غائبين عن مباراة الأهلي والزمالك لأسباب طبعا مختلفة. اللاعبين هم عمرو جمال، عربي بدر، أحمد علاء، حسين السيد، محمود وحيد، محمد عبد المنعم، إسلام محارب، وعمار حمدي، ودول بيأدوا بعض التدريبات طبقا للبرنامج البدني الخاص باللاعبين، واللي وضعه طبعا أليخاندرو مخطة الأحمال، وهم طبعا بيعملوا التدريبات دي أو بيأدوا التدريبات دي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أستاذ مختار التتش بالتحديد. نروح لبوابة أخبار اليوم. عمار حمدي يعود لمران الأهلي. عمار حمدي احنا عارفين أنه كان معار للاتحاد السكندري وعاد للتدريبات وكان متواجد في معسكر الأهلي في أسبانيا، وتعرض بعد العودة للقاهرة لكدمة في وجه القدم، فبالتالي غاب عن التدريبات لأكثر من 3-4 أيام. عاد أخيرا النهاردة عمار حمدي للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وكان ليه بعض التدريبات البدنية الخاصة به كده حتى موعد التئام الإصابة أو موعد جاهزيته التامة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي. نروح لبوابة الشروق. رحل الشريف إكرامي من التدريبات التأهيلية. الشريف إكرامي احنا عارفين أنه كان عمل جراحة في الركبة بإزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، وخلاص هو بيعمل بعض التدريبات التأهيلية، وبإذن الله إن شاء الله الشريف إكرامي يكون متواجد في التدريبات الجماعية مع حراس المرمى من خلال أسبوعين بإذن الله. لعيب كبير جدا ومهم طبعا شريف إكرامي، وخبراته أكيد بترجح كفة النادي الأهلي سواء هو داخل الملعب أو خارج الملعب، يعني شخصية مميزة جدا. نروح لصدى البلد. تدريبات تأهيلية لندفيد ومحمد محمود بالأهلي. التدريبات التأهيلية الخاصة بهم كانت عبارة عن تدريبات منفردة في حمام السباحة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتقوية العضلات، واحنا عارفين محمد محمود يعني للأسف كان عنده رباط صليبي، هو خلاص يعني في طريقه للعودة للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي خلال شهر أو شهر ونص بالكتير هيكون متواجد في التدريبات الجماعية، وماشي بشكل كويس قوي قوي محمد محمود في تدريباته التأهيلية. كريم ندفيد كان عامل جراحة الغضروف وأيضا ليه بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية الخاصة به، فالنهاردة كانوا متواجدين في حمام السباحة الخاص بمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يأدوا بعض هذه التدريبات التأهيلية، وأيضا كان ليهم بعض التدريبات في صالة الجيم. اثنين لعيبة اسمين مهمين قوي قوي في صفوف النادي الأهلي، نتمنى لهم إن شاء الله العودة سريعا للمساهمة في البطولات والمباريات مع النادي الأهلي. نروح لليوم السابع وتصريح لوليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، بيقول إن هو مش هيرحل عن الأهلي ومكمل مشوار البطولات. وليد أزارو لعيب مهم في الحقيقة ومميز، ممكن في بعض الأحيان بيكون مفيش توفيق للاعب وده وارد بيحصل في كرة القدم يعني بيحصل، لكن يبقى وليد أزارو أحد اللاعبين المميزين وأحد المهاجمين الأقوياء في الدوري المصري بشكل عام مش في صفوف النادي الأهلي بس. هو بيتكلم بيقول إن هو مبسوط في النادي الأهلي وإن هو مش عايز يمشي من النادي أو مش هيرحل، يعني مفيش أي عروض أو حتى لو جه عروض هو متمسك بالتواجد داخل النادي الأهلي، وإن هو مكمل مشوار البطولات وعنده طموحات كتيرة جدا جدا لسه عايز يحققها مع الفريق. واتكلم بالتحديد كمان وليد أزارو قال إن الموسم السنة دي كان صعب جدا وكان في تكاتف من جميع العناصر داخل النادي الأهلي عشان نحقق هذا اللقب، وما كناش مركزين إطلاقا مع المنافس ونتائجه إيه وكلام من ده، إحنا كان تركيزنا كله في كل مباراة إن إحنا نفوز عشان نرجع لمكاننا الطبيعي بالفوز ببطولة الدوري، وده اللي حصل.
نروح لصوت الأمة. مفاجأة من جريزمان نجم برشلونة، لن أنسى فضل لاسارتي مدرب الأهلي سر عشق الأورجواي. في إحدى المؤتمرات الصحفية لأنطوان جريزمان المنضم حديثا لبرشلونة من صفوف أتلتيكو مدريد، سألوه أنت ليه بتعشق أورجواي؟ قال لهم يا جماعة عشان الراجل اللي اكتشفني واللي اداني الفرصة الأولى في ريال سوسيداد كان مستر مارتين لاسارتي، هو اللي اداني الفرصة وهو اللي اكتشفني وهو اللي خلاني أتألق، وتعليماته كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي. بخلاف طبعا تواجد دييجو جودين وخيمينيز في صفوف أتلتيكو مدريد لما كان متواجد في أتلتيكو مدريد، فقال إن ده سبب أو من الأشخاص دول هم سبب حبه وعشقه لأورجواي. كمان بيقول ان انا عندي زميل جديد من اوروغواي في برشلونه هو سواريز، طبعا نجم برشلونه ومهاجم برشلونه المميز. فدايما في اي فرصه لجريزمان بيحاول يشكر فيها لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، عشان لاسارتي مش عشان هو مدير فني النادي الاهلي طبعا، عشان لاسارتي هو كان مؤثر في مشوار جريزمان الكروي. نروح للجمهورية أونلاين، وبتقول اليوم انطلاق اختبارات الناشئين لأبناء الأعضاء بالأهلي. النهاردة كان اختبارات الناشئين لكرة القدم لأبناء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. يكون الدخول طبعا بيكون بكارنيه العضوية. حدد الأهلي اليوم السبت مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 بالشيخ زايد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، على أن تكون مواعيد اختبارات مواليد 2002 و3 و4 و5 بالشيخ زايد غدا الأحد الساعة 9 الصبح لحد الساعة 12 ظهرا. كمان اتحدد يوم الاثنين 29 يوليو الجاري مواعيد الاختبارات مواليد 2006 و2007 8 9 10 بمقر النادي مدينة النصر من الساعة 9 للساعة 12 برضو، على أن يكون يوم الثلاث الموافق 30 يوليو الجاري مواعيد الاختبارات مواليد 2002 و3 و4 و5 بمدينة نصر من الساعة 9 للساعة 12. المهم أول خبر ده لأن في ناس كتير بتبقى عايزة تعرف مواعيد الاختبارات. كان في اختبارات خاصة بالناشئين بشكل عام في جميع أنحاء الجمهورية، اللي كان راغب أنه يختبر في النادي الأهلي وأكيد الراغبين كتير جدا طبعا كان بيروح مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وكان فيه كمان اختبارات في المحافظات. انتهت هذه الاختبارات أو لسه ليها مراحل أخرى، لكن في الفترة دي بالتحديد اختبارات أبناء الأعضاء في النادي الأهلي، ودي خدمة أكيد بتبقى خاصة للأعضاء. نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي بيقول تدريبات بدنية مكثفة لرجال السلة. وإحنا مش بنهتم بس بكرة القدم، لكن عندنا ألعاب كتيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي، ونتمنى لهم كلهم التوفيق وبنسندهم ندعمهم بكل قوة. أشرف توفيق المدير الفني الفريق الأول لكرة السلة الرجال بالنادي الأهلي لسه مستمرين، أو على حسب تصريحاته إن هم لسه مستمرين في أداء التدريبات البدنية المكثفة على هامش فترة الإعداد للموسم الجديد. اللاعبين بيأدوا تدريبات مكثفة في الجيم إلى جانب التدريبات التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وده طبعا في إطار يعني التركيز على المعدلات البدنية بشكل كبير جدا عشان الفريق واللاعبين يكونوا لائقين بشكل كبير إن شاء الله للموسم المقبل. نروح للبوابة سبورت، بتقول منعم لاعب طائرة الأهلي واصل التأهيل استعدادا للموسم الجديد. محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أدى تدريبات تأهيلية وبدنية استعدادا للموسم الجديد، وهو كان عنده بعض الألام كده في الركبة اشتكى منها، لكن هو بيتعافى من هذه الإصابة وإن شاء الله ينضم للتدريبات الجماعية لرجال كرة الطائرة للنادي الأهلي. نتمنى لكل الألعاب داخل القلعة الحمراء كل من يحمل اسم النادي الأهلي، نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في مختلف البطولات. نروح نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية، يلا بينا. الشروق، طاقم تحكيم مجري لإدارة القمة. اليوم السابع، اتحاد الكرة يرفض تعيين حكم رابع مصري في قمة الأهلي والزمالك. الوفد، سويلم وعبد العزيز وبسطاوي يمثلون اتحاد الكرة في قرعة تصفيات كأس العالم. في الجول، إنهاء عمل لجان اتحاد الكرة بعد القمة وإثنان جدد. فيتو، حسم ملف المدير الفني للمنتخب الوطني في أغسطس. سوبر كرة، اتحاد الكرة يخصص جائزة أفضل لاعب خلقا هذا الموسم. الوطن سبورت، 100 مليون جنيه في انتظار الإسماعيلي والاتحاد السكندري حال التتويج بالبطولة العربية. يلا كورة، زيدان عقب الهزيمة من أتلتيكو غير قلق وموسمنا سيكون جيدا.
الوطن سبورت، برشلونة يمنح ميسي أحقية تجديد عقده مدى الحياة. الفجر الرياضي، خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار. ستاي نيوز، رابع لاعب يغادر برشلونة إلى فيصل الياباني. يورو سبورت عربية، أرسنال يحسم التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي. سبورت 360، ديبالا يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى توتنهام. 1-3، مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع داني ألفيس. طيب خلينا سريعا نقول او نعلق على بعض الاخبار من الشروق. بدايه، طاقم تحكيم مجري لاداره القمه خلاص تم الاعلان بشكل رسمي من قبل لجنه الحكام باتحاد الكره عن الطاقم اللي هيدير مباراه القمه. هو طاقم مجري مكون من حكم ساحه فرانس كاراكو، وبيعاونه كل من ستيفن اولبرت وبولاش بوزاش، والحكم الرابع هيكون ادم فوركش، ده هيكون حكما رابعا لمباراه القمه. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في اداره مباراه من جانب التحكيم تكون مميزه باذن الله. نروح للوفد. الوفد بتقول ان سويلم وعبد العزيز وبسطاوي يمثلون اتحاد الكره في كره التصفيات كاس العالم. ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره ونائبه دكتور علاء عبد العزيز وكمان شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه، دول اللي هيمثلوا اتحاد الكره المصري في قرعه تصفيات كاس العالم، واللي هتكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله مقر الكاف بمدينه 6 أكتوبر. نروح بسرعه لفيتو، وده خبر مهم قوي، حسم ملف المدير الفني المنتخب الوطني في اغسطس. طبعا اللواء ثروت سويلم اللي هو طبعا القائم بعمل اتحاد الكره خلال الفتره الحاليه بعد استقاله الاتحاد بشكل كامل بعد الخروج من بطوله الامم الافريقيه، بيقول ان احنا هنحسم وهنركز بشكل كبير جدا في موضوع المدير الفني الخاص بمنتخب مصر. بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك هيتم التركيز والتفكير في من هو الأنسب لقيادة منتخب مصر، سواء مدرب وطني أو مدرب أجنبي. هنشوف الأمور هتمشي إزاي. أول مباراة رسمية لمنتخب مصر هتكون في شهر 11، يوم 11-11 بالتحديد، أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 مع كينيا. لكن قبلهم في ماتشين في الأجندة الدولية في شهر 9 وشهر 10، فمهم قوي ان انت تحسم الموضوع ده قبل شهر 9 عشان المدير الفني الجديد ايا كان مين هو يحاول ان هو يشوف الفرقة واللاعبين اللي يصلحوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر عشان ان شاء الله ما يكونش ليه اعذار في التصفيات، لان مهم قوي ان المنتخب بالتحديد تصنيفه يتحسن كمان خلال الفترة الجاية. سوبر كورة، اتحاد الكورة يخصص جائزة افضل لاعب خلقا هذا الموسم، وده يعني جائزة أو دي جائزة جديدة للتأكيد على أهمية الالتزام في المباريات وعدم الخروج على النص. طبعا في جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب. يعني نروح سريعا يلا كورة، بعض الأخبار المحلية سريعا. يلا كورة، زيدان عقب الهزيمة من أتلتيكو غير قلق، موسمنا سيكون جيدا. امبارح أو النهاردة الصبح بالتحديد أتلتيكو مدريد كسبت ريال مدريد نتيجة كبيرة قوي في مباراة ودية 7-3، نتيجة كبيرة جدا ايا كان حتى لو ماتش ودي، لكن هي النتيجه فعلا مقلبه. زيد الدين زيدان بعد المباراه صرح وقال مش قلقان على الفريق وهننافس على كل البطولات، لكن انا مجروح من النتيجه دي، نتيجه مش حلوه طبعا لكل عشاق ريال مدريد، لكن ان شاء الله على حسب تصريحات زيدان هم هيتداركوا كل هذه الامور مع الموسم الجديد وان هم هينافسوا بقوه على كل البطولات. الفجر الرياضي، خطوه جديده من برشلونه تعاقد مع نيمار، والحديث ما زال مستمر على نيمار اللي بيرغب ان هو يعود لبرشلونه، بالتالي برشلونه خدت خطوات رسميه للتعاقد مع نيمار. اخرهم كانت ايه؟ التواصل ما بين رئيس برشلونه بارتوميو مع ناصر الخليفي مالك بي اس جي بشان معرفه موقف نيمار. الخليفي رد قال ان نيمار مش للبيع واحنا متمسكين بتواجده. هنشوف الفتره الجايه الامور هتمشي ازاي بخصوص
نيمار. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل فقره حواريه مهمه جدا جدا وهتكون شيقه جدا. ليه؟ لان هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق في فقره حواريه هامه جدا بعد الفاصل. الرياضي الكبير استاذ خالد التريبي، استاذ خالد نورنا ومشرفنا. ده نورك، وانا اللي بتشرف بقناه الاهلي وان موجود معاك. شرف لينا، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الدنيا ماشيه كويس؟ طالما الاهلي ماشي كويس والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا، خلينا نبتدي بفوز النادي الاهلي بالدوري. طبعا الكلام هيبقى اكتر عن مباراه الغد ما بين الاهلي والزمالك، ومباراه قمه في كل الاحوال يعني. لكن ازاي بتشوف فوز النادي الاهلي بالدوري بعد موسم كان صعب جدا جدا جدا، وانت من الناس القلائل كده اللي في نص الموسم قلت ايه؟ قلت الاهلي هيفوز ببطوله الدوري وكان الاهلي لسه بعيد. برضه عايز اعرف كان بناء على ايه التصريح ده؟ خلينا نقول ان يعني الفوز للنادي الاهلي بالدوري ده، او الكلام او الرهان على النادي الاهلي من بدري انه ياخد الدوري، ده رهان في محله. يعني السؤال، انا بقى اللي هسال سؤال، لو النادي الاهلي انت ما رهنتش عليه هترهن على مين؟ مع احترامنا الكامل لكل الانديه طبعا، بس ساعتها انا قلت التاريخ دايما بيقول ان النادي الاهلي بيكون في بعض اللحظات الصعبه بيكون متاخر، بيكون في ظروف صعبه بيمروا بيها، بيكون في اوقات أسوأ من كده بكتير، بس النادي الاهلي عنده من الشخصيه اللي بتخليه يعود ويعود بقوه ويكون مرشح من اقوى المرشحين. دايما النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها هو لابد ان يكون رقم واحد هو المرشح للبطوله. كويس، دي 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 قاعده ثابته. لكن في نفس الوقت الظروف كانت معانا النادي الاهلي شويه في بدايه الموسم. ما هو هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي في اغنيه بتقول تقريبا الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه. دي حقيقه، دي حقيقه مصنوعه من شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي القادر على العوده في اي وقت. الموسم نفسه كان فيه انكسارات قبل ما يكون فيه الموسم نفسه، موسم طويل فيه انكسارات وفيه انتصارات. انت قدرت انك تقوم بالشخصيه بتاعت النادي الاهلي. تمام. طيب هيمتد الحديث عن النادي الاهلي وفوزه ببطوله الدوري كمان عن مباراه الغد ما بين الاهلي والزمالك، لكن خلينا نروح لفاصل سريع. بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الهام جدا مع الاستاذ خالد التريبي بعد الفاصل. كلمات الأغنية دي منطبقة على الموسم خالد السنة دي؟ هو طبعا، بس احنا اشتقنا للجماهير طبعا، دي حقيقة. يعني اشتقنا لوجودهم في المدرجات، اشتقنا لوقوفهم خلف الفريق. في أوقات كتير جدا كان وجود الجماهير يفرق كتير. وجودهم بأغانيهم، بمساندتهم، عارف بغضبهم حتى في المدرجات عن ده، بيشكل دوافع كبيره للاعبين طبعا. ده بينقل اللاعب من حاله لحاله. ممكن يكون لاعب حاسس ان النهارده مش يومه، هو بيأدي بشكل يعني في ريتم هادي شويه. وجود الجماهير بيفرق. هو انا بشوفه رقم واحد في صناعه. اكيد طبعا ده شيء مفروغ منه يعني. هل حان الاوان خلاص لعوده الجماهير بقى للمدرجات بعد بطوله الامم الافريقيه والمنظر اللي شفناه الاكثر من رائع، وخلاص بقى يعني لازم الجمهور يرجع للمدرجات؟ ما ينفعش نشوف ماتشات من غير جماهير. اعتقد ان التجربه اثبتت ان خلاص يعني. مناسبات كانت كتير جدا، مباريات كتير جدا كان فيها جماهير بشكل كبير. نظام بقى موجود، نظام الفان اي دي موجود وهيتم تطبيقه. النادي الاهلي عنده برضه بطاقات للمشجعين بتوعه. بالظبط. الموضوع طول ما انت بتنظم كويس وبتقنن اوضاعك كويس وتحط كل حاجه في اطارها الطبيعي، ده في اي مجال لازم تنجح ولازم تنتقل من المرحله اللي انت فيها لمرحله ثانيه في حاله التخطيط كويس. واعتقد ان ده تم التخطيط له كويس، والفتره اللي جايه هيكون في عوده للجماهير ان شاء الله. فعلا انا الان الاوان خلاص ان الجمهور يرجع للمدرجات، وده شيء مطلوب جدا جدا، لان دايما الجمهور هو روح اللعبه بتحديد كره القدم، معشوقه لكل الجماهير يعني، بتحديد الجماهير المصريه اكيد يعني بشكل كده. ان شاء الله يحصل خلال الموسم الجديد. ما اعتقدش هيكون في اي مبرر او اي حجه بقى ان الجمهور ما يرجعش يعني، لكن ان شاء الله يحصل. لكن خلينا نرجع نكمل كلامنا على بطولة الدوري، وانت خلاص اتكلمت في حتة النادي الاهلي عنده سمات معينة بيقدر من خلال ان هو ينافس على بطولة الدوري، لكن عايز بالتحديد اتكلم على مباراة المقاولين العرب، وهي مباراة الحسم، وكانت قبل مباراة مهمة زي مباراة بكرة اهلي وزمالك. شفت المباراة دي ازاي بكل الامور اللي حدثت فيها، الاهداف، في تألق بعض اللاعبين، الاداء كمان بالنسبة للنادي الاهلي؟ بص انا حابب قبل النقطه دي، كنت اكمل نقطه ما كملهاش عشان الفواصل جت خاصه بالبطوله الدوري بشكل عام. النادي الاهلي الهدوء اللي اتعمل بيه الاداره مع الازمات
اللي توالت على الفريق. اوقات كتير جدا كان ممكن يكون يتم تغيير المدير الفني، وتوقع الكثير يعني الكثير كل ناس كتير جدا توقعت في مناسبات عديده اقاله الجهاز الفني. مناسبات عديده جدا تم توقع عقوبات بعد خروج من افريقيا بالتحديد يعني كتير يعني كان في كلام كتير جدا. الهدوء اللي انا دلوقتي مش في مجال ان اقيم هل المدير الفني كويس او وحش او مستمر او مش مستمر، ده مش قراري، ده قرار اداره النادي. الفكره كلها انت تعاملت ازاي مع الازمات اللي تولت عليك، الضغوط اللي انت كانت وكلنا عارفينها اللي كانت من كل حد مصاب زي ما بيقول كل مكان، اوقات كتير جدا من اصابات من ايقافات من ضغط مباريات من ضغوط من حاجات كتير داخليه وخارجيه. قصة انك تطلع وتحتفظ بهدوءك وتطالب جماهيرك بالهدوء وانك لا الدوري للنادي مهما كنت بتبعد هما كان كل التأكيدات اللي جاية من الإدارة جاية من إدارة الكورة كان سارة حفيظ لا الدوري موجود احنا ما بعدناش، ودي الرسالة اللي كانت دايما بينقلوها للاعبين بعد الخروج من أفريقيا بالنتيجة كبيرة. اتوقع برضو قطاع كبير جدا ان الفريق تراجع، هنا كان دور محوري لإدارة النادي الأهلي طيب. في إن هي تقدر تحافظ على حظوظك في بطولة الدوري، وإنك أنت خلاص أوريدي خلاص خسرت البطولة اللي أنا شايفها الأهم في الموسم، لأن الدوري عندنا الدوري موجود كتير عندنا طيب. الأهلي ده ما قللش من قيمته، هو طبيعي الدوري مكانه في الأهلي، بس ما خسرش كل حاجة وهو ده التحدي صح. اللي نجح فيه كل فرد في منظومة النادي الأهلي بداية من كابتن محمود الخطيب حتى أظهر ناشئ حتى في النادي. فده كان بالنسبة لي نجاح ومطبات صعبة تم العبور منها، بنحيي عليها مجلس إدارة النادي الأهلي وكل فرد في منظومة النادي الأهلي. أكيد يستحقوا كل التحية والشكر والتقدير على أهمية الاحتفاظ باستقرار الفريق في نص الموسم، ودي جزئية بتبقى مهمة جدا جدا يا جماعة، واللي بتأدي في النهاية للنتائج. النتائج اللي احنا شفناها دلوقتي بتتمثل في فوز النادي الأهلي بطولة الدوري، ولسه إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل كمان بالنسبة للنادي الأهلي. مباراة المقاولين بقى شفتها إزاي؟ مباراة المقاولين كانت مباراة ببطولة، مباراة حسم، مباراة ببطولة يعني وكنت محتاج فيها تتعامل مع خبرات النادي الأهلي، خبرات النادي الأهلي لابد تتحلى بالتركيز مع الهدوء. هدوء مش تراخي تمام، محتفظ بكل العوامل اللي تخليك تنجح في مباراة. انا شايف ان حرص كان فيه حرص زايد وكان فيه تحفيز مطلوب، بس كان المقاولين شايف ان هو جاي من فترة ما لعبش مباراة كتيرة، افتقد بعض اللاعبين المهمين بالنسبة له، كان لابد ان النادي الاهلي يفوز في المباراه دي، وفعلا كان لعيب الاهلي في الموعد ان هم حققوا المطلوب وبعدوا عن الحسابات علشان يدخل على مباراه القمه باريحيه. صح. اريحيه حسابيه. مهمه الجمله دي، اريحيه حسابيه. صح. ان انا احسم الدوري. صح. ان انا مش ما يكون عندي ضغط ان انا اكسب الدوري، لابد ان انا احسم الدوري ولابد ان انا افوز على الزمالك، لا خلي ضغط كل مباراه على حده. صح. عايز ضغط مباراه المقاولين ان انا اخلص الدوري. قصه ان انا ادخل باريحيه حسابيه واكون حاسم الدوري بالنسبه لي علشان يكون اللقاء بالنسبه لي هو لقاء معنوي، ومعنوي ده بنحط تحتها صح 100 خط. صح. ان مباراه الزمالك مهمه ودي انا اتطرق ليها مهمه طبعا، بس مش بطوله زي ما الناس بتقول، انا شايف ان هي مش بطوله، بس مباريات اهلي وزمالك مهمه تاريخيه. لا بص اقول لك حاجه، مهمه تاريخيه للجماهير وللنادي وكل حاجه، بس انا بحب احط كل حاجه في نصابها الطبيعي. طب هنيجي لمباراه الاهلي والزمالك، بس نكمل مباراه المقاولين. اتفضل. انا زي ما بقول لك هي كانت مباراه ببطوله والنادي الاهلي نجح في انه استغلال الفرصه، ودي سمات الفرق الكبيره بالتحديد. طبعا ما كنش قدامك كام فرصه، بنشوف على فكره بنشوف في فرق بيكون بينها وبين بطوله ضربه جزاء بالظبط وتضيع يعني في النهايه، هي بيبقى في عنصر برضو لابد ان احنا نقول ان عنصر توفيق لابد ان يكون موجود، ونرجع نقول تاني برضو ان عنصر التوفيق لا ياتي الا من يستحقه. مش هتكون بتتعب وتجتهد ومره يكون التوفيق ضدك وهيفضل ضدك على طول. في مباريات ممكن ما يكونش فيها انت كويس وتحقق الفوز والعكس. صح. بس في النهايه المحصله النهائيه التوفيق بيقف جنب المجتهد طول السنه، وهي بطوله الدوري اصلا بطوله النفس الطويل، بطوله البطل.
يعني بطوله البطل، البطل ليه سمات، ليه سمات معينه، خاصه البطوله الطويله اللي زي بطوله الدوري محتاجه هدوء وشخصيه وتركيز وعوامل كتير وصبر جماهيري واداره، في حاجات كتير جدا اعتقد ان هي متوفره في الاهلي، اعتقد اكيد متوفره في النادي الاهلي بشكل كبير، وده اللي بيفسر 41 بطوله من اصل 60 بطوله. اغلى بطوله، بطوله الدوري السنه دي، السنه دي بعد الظروف اللي كانت محيطه بيها والرغبات ان النادي الاهلي ما يكونش بطل، رغبات طبعا رغبات، بس النادي الاهلي اكبر، يعني اكبر من شخصيته اقوى، شخصيه متوارثه يعني على مدار اجيال كتير، اجيال كتير جدا، وكان في حاجات مماثله بس مش بالقوه دي، يعني كان حاجات مماثله مش بالقوه دي ومش بالضغوط دي ومش بالظروف دي، لكن برضه هو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيتعامل مع كل الظروف وهو ده اللي صنع شخصيه النادي الاهلي. طيب مين لفت نظرك في مباراه المقاولين من النادي الاهلي؟ حسين الشحات. حسين الشحات هو كل الفريق طبعا كان منظومه كويسه اكيد، كان واضح التركيز من اول المباراه على انهائها مبكرا، بس حسين الشحات عجبني تطوره، وربطت بينه وبين تصريح مارتن لاسارتي في معسكر اسبانيا انه قال انتظروا بدايه مختلفه فعلا. صح. لحسين الشحات مع النادي الاهلي. صح. وعايز اقول لك على حاجه، على الرغم من الانتقادات اللي بياخدها مارتن، اللي بتوجه لمارتن لاسارتي، تصريح زي كده ويجي لاعب بعد تصريح مباشره باسبوع يعني يخلي كل الناس تقول حسين الشحات بدايه مختلفه، دي رؤيه برضو للمدير الفني، زي ما بننتقد ذكاء في التعامل النفسي طبعا، زي ما بننتقد المدير الفني، كل مدير فني له وعليه تمام. هو شايف ان حسين الشحات جاي، وده اللي واضح في مباراة المقاولين، واعتقد ان حسين هيبان اكتر في مباراة القمة، خاصة بعد المعنويات الكبيرة. صلاح مديله الكرة دي فظيعة طبعا، وبعد ما حس، خد بالك قصة انك تحس انك لاعب مهم او تحس انك مهم في اي مكان انت فيه بتختلف كتير جدا عن انك يكون ليك دور رئيسي او دور محوري، انما تكون لاعب عليك امال كبيرة والكلام. انا شايف ان فتره التوقف اللي فاتت من اكثر المستفيدين منها هو حسين الشحات. حسين الشحات طبعا هو قدر بالوقت يشيل، خد بالك هو جه في توقيت الفريق صعب. الفريق متراجع، والفريق كل الناس بتقول على النادي الاهلي، النادي الاهلي لابد من انتشاله من كبوته، وكان حسين الشحات اول لاعب محطوط عليه امال انه يشد الفريق من الكابو دي. كل دي ضغوط ملقاه على لاعب لسه جاي وبيحب النادي الاهلي، كلنا عارفين ده طبعا. فاحيانا ده بيكون ضاغط عليك، احيانا بيكون ده بيكون مؤثر عليك، لكن الوقت الطويل انك تكون فيه متوقف وانك تكون معسكر ويزيد من انسجامك مع الفريق ويشيل من الضغوط اللي عليك، والمدير الفني متع بجنة. طبعا جنة ولسه ابداع كبير جدا. انا شايف ان حسين الشحات عنده كتير لسه هيقدمه مع النادي الاهلي، ويستحق. هو لاعب بيحب النادي، انا بحب اي لاعب بيحب المكان اللي بيلعب فيه. صح. انا بحب اي لاعب منتمي للمكان اللي بيلعب فيه، بيضحي في زمن احنا حاليا عارفينه ان هو، ومش عيب على فكره، كل واحد بيفكر بطريقته الخاصه. احنا دلوقتي في زمن يقال عليه احتراف، هو احتراف يقال عليه احتراف هنا في مصر من ناحيه الرواتب اللاعبين، انما كنظام احتراف واقع مفيش. لا احنا ما حصلناش لسه شبه احتراف، نتمنى نتمنى. احنا مش عايز افضل اتكلم بنظره سوداويه للامور، لكن احنا محتاجين نفكر، نخطط، نشتغل، نتعب. صح. احنا محتاجين نتعب بجد، محتاجين ان احنا نفكر في منظومه الكوره، ان هي مش مجرد كوره جلد و11 لاعب بيجري وراها و11 لا، دي صناعه، دي صناعه كبيره وقايم عليها اقتصاد دول على فكره. أكيد. في جزء كبير جدا ونحسبها، وممكن نقول دخل الدول من صناعه كره القدم عامل ازاي، واحنا مصر تملك من الامكانات واللاعبين والكوادر ما يؤهلها ان هي تستفيد وكتير من صناعه كره القدم، بس نفكر. طيب انت خلال كلامك قلت ان حسين الشحات جه في وقت صعب جدا وكان عليه ضغوط كبيره جدا، طب مش نفس الوقت ده اللي جه فيه حسين الشحات جه فيه مستر مارتين لاسارتي مدير فني النادي الاهلي، وقدر ان هو يرجع بالفريق
لقمة البطولة وكمان خد بطولة الدوري. بيواجه بعض الانتقادات في بعض الأحيان، مفيش أي حد فوق النقد، وبالتحديد المديرين الفنيين دايما بيبقى ليهم انتقادات يعني، لكن مش يحسب ليه هذا النجاح بتحقيق بطولة الدوري هي الأصعب في تاريخ النادي الأهلي؟ بالطبع أنه يحسب ليه، وزي ما قلت لك في كلامي أنه قدر يعني يقدر يطور من مستوى عمرو السولية، يقدر يطور من كريم نيدفيد، يقدر يطور من اداء بعض اللاعبين، لكن كان ينقصه، وده اللي اعتقد انه بدا يكتسبه في الفتره اللي فاتت، كان ينقصه ان يعرف حجم وقيمه الفريق اللي بيدرب. كان ينقصه دلوقتي اصبح مدرك طبعا بالموضوع. النادي الاهلي لابد انه يكون بيلعب بشخصيه النادي الاهلي، انا ما بدافعش قدام حد، صح. انا بفرض اسلوبي قدام اي حد، وده اللي اعتقد انه هيكون، انا ما هيتش الطريق زي ما بقول قرار مدير فني بقائه او عدمه او ده مش قراري، مش مطروح اصلا، مش مطروح اصلا عشان يكون في قرار كده او كده يعني. لا هو عامه انا ليه بقول كده، علشان دايما النادي الاهلي بيقيم موسم بتاعه بعد نهايه كل موسم بالظبط، والتقييم متروك طبعا لمجلس الاداره والمسؤولين عن الكره. طيب خلينا نروح لماتش الاهلي والزمالك، مباراه قمه. انت مختلف معايا ان هي مباراه بطوله، انا شايف هي مباراه بطوله، لان اهلي وزمالك فرقتين كبار، وعلى مدار التاريخ اهلي زمالك اي حد بيستنى هذه المباراه، فشايف المباراه دي بكره ازاي، خصوصا بعد تحقيق النادي الاهلي اللي الهدف الاساسي هو الفوز بالدوري. حلو، هي مباراه مهمه وتاريخيه، تمام، وبغض النظر عن الحسابات اللي بتكون في الجدول، هي بتتحط في التاريخ، القمه رقم كذا بالظبط، كسبها النادي الاهلي او كسبها نادي الزمالك. لكن انا ما بحبش اطلق، انا شخص وجهه نظري انا، تمام، دي مش بطوله، مش بطوله خاصه. انا ما بحبش احمل حاجه اكتر من معناها، هي مباراه مهمه، وانا شايف على النادي الاهلي انه يسعى للفوز بيها بقوه، ولا يتنازل عن الفوز، ولا يلعب حتى على التعادل. لكن انا شايف وجهه نظري انها مش بطوله. وجهه نظر يعني، بس يعني البعض بيقول ايه، البعض اطلق عليها لفظ البطوله للاهتمام الكبير بيها، الاهتمام الكبير طبعاً بيها، لكن البطوله لها درع، والبطوله لها درع يعني لابد انه يسلم في النهايه. طب بالنسبه للدرع بقى، هو ليه الاهلي ما ياخدش الدرع في الملعب يعني؟ ليه، ايه المشكله؟ انا الموضوع ده في المقدمه اتكلمت فيه، ايه الازمه ان الفريق، سيبك ان الاهلي خد الدوري، اي فريق يكسب الدوري ليه ما يحتفلش بالبطوله في ارض الملعب بالدرع، وان شاء الله يكون في تواجد الجماهير بعد كده؟ ايه السبب ان السنه دي مش موجود؟ هو بقاله فتره ما بيبقاش موجود، اخر مره 2015 لنادي الزمالك لما فاز ببطوله الدوري. شايف ايه وجهه نظرك في الموضوع ده؟ انا هديك مثال بسيط. في الجوله الاخيره من الدوري الانجليزي كان ليفربول بيلعب مباراه ومانشستر سيتي بيلعب مباراه، صح، وكان ممكن ده ياخد الدوري، وكان ممكن ده ياخد الدوري. كان النسخه الاصليه من الدرع موجوده فين؟ عند مانشستر سيتي بصفته ان هو حامل اللقب، فلو ولو كان موجود كان في نسخه احتياطيه موجوده فين؟ في ليفربول. هل تعتقد ان الامر لو مش بالاهميه ان يكون في احتفال وان يكون في درع زي ما بيقولوا العريس موجود، هل الناس دي مش هتفكر ان يكون عامله كل احتياطاتها ان لابد ان البطل يكون متوج؟ بالظبط، دي الناس شايفه اصله مش عزا، الفكره كلها مش عزا، هندور على هنعمل العزا فين؟ لا، ده جزء من الصناعه على فكره، ده جزء من الصناعه، الصوره الاخرانيه اللي هتطلع دلوقتي. المفروض ان 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 اي دوري في العالم بيحصل فيه تتويج، الصور بتم تنقلها في وسائل الاعلام العالميه. بالظبط، دلوقتي لما تطلع بكره وخلاص الموضوع انتهى واختم الدوري المصري، المفروض الناس بتشوف صوره، بتشوف صوره، صوره لفريق موجود قدامه كاس او قدامه درع بيحتفل، احنا فين؟ مفيش كلام ده عندنا. احنا السنه اللي فاتت سلمنا الدوري، درع الدوري في فندق، انا ما شفتش ده في العالم يعني، في الدوري الصومالي، مع احترام الدوري الصومالي او في اي دوري ايا كان، سواء دوري كبير او صغير، مفيش الكلام ده، مفيش. ليه؟ هو ايه الداعي؟ هو احنا بس عايزين نعرف ايه الداعي. امنيا مصر سلمت كاس افريقيا في قلب صريق القاهره، يعني ايه الداعي؟ هو مين صاحب القرار دلوقتي؟ مش عارف، مش اللواء ثروت سليم؟ لا مش عارف، ما اقدرش اقول لك مين صاحب القرار، انا مش عارف حقيقي. مين اللي يقول الدرع يتسلم ولا لا؟ مش عارف. هل ده اصلا في اللوائح يعني؟ هل ما بدانا مسابقه اشترطوا في المسابقه ان الدرع ده موجوده؟ ما اكيد، ما انا بسال. لا ما كانتش موجوده، انا بسال. هل دي كانت موجوده؟ وحتى لو كانت موجوده ايه الداعي ان انا ما اقدمش الصوره دي؟
ممكن فعلا تكون كانت موجوده وما ما يعني هي انا بسال يعني ما هو سؤال عايزين بس انا ما بحبش انا واحد من الناس ما بحبش فرض سياسه الامر الواقع. انا احب انك تطلع تاخد قرار وتقول احنا خدنا قرار عشان كذا 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 كذا. احترام حتى لعقولنا، احترام حتى للصناعه اللي انت شغال بيها، اعتبروها صناعه هنرتاح صح وهترتاحوا انتوا. اي مسؤول هيرتاح اكيد. فنيا بقى المباراه شايفها ازاي؟ المباراه على كل المستويات مباراه هتكون قويه جدا. كل فريق خلينا نقول ان الزمالك كان للاسبوع قبل الاخير عنده امال ولو ضعيفه انه ممكن ينافس على لقب الدوري. محتاج يثبت لجماهيره انه فريق قوي، محتاج يثبت انه هيقوم من عصرته بسرعه، خاصه انه كانوا في وجهه نظر البعض المرشح الاول للبطوله، فهو شايف ان هو فقد لقب. بس انا مش شايف كده، مش شايف ان الزمالك فقد اللقب. لا انا شايف ان النادي الاهلي حافظ على لقبه كويس. يعني انا شايف ان الاهلي، لكن مش في فتره من الفترات كان الزمالك اقرب بصراحه من بطولة الدوري؟ بص اي سباق في ناس بتسبق وبتجري، بس في الاخر في خط نهائي. اللي بيقدر ينظم نفسه ويحسب خطواته ويرتبها هو اللي بيوصل خط النهايه قبل اللي سبقه. كويس. هو ده اللي عمله النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني مش هقول لك انه ساب بمزاجه، لا هي ظروف حكمت على النادي الاهلي انه يتاخر في البدايه. لكن هو قهر الظروف دي وعداها كويس. بس فعشان كده هو لحد اخر اسبوع كان ممكن تقول كان النادي الاهلي ممكن نقول لك لو خسر اللقب خسر او ما قدرش يحافظ على اللقب. انما النادي الاهلي هو كان المرشح من وجهه نظري برضو المرشح انه ياخد البطوله في اي وقت. وعلى فكره انا قلت ده والنادي الاهلي كان متراجع كتير جدا. انا قلت ده، فانا مش هطلع دلوقتي بقول ان هو كان اقوى وقهر الظروف زي ما بيقولوا بركب الحدث. لا انا واحد من الناس راهنت وتوقعت على الحدث والحمد لله النادي الاهلي خير من تراهن عليه. حلو كويس، ده شيء مهم جدا. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي وفكر مستر مارتين لاسيرتي، هل ممكن يكون في بعض التعديلات في التشكيل بكره خصوصا في ظل عوده ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم كان موقوف الماتش اللي فات، عاد يكون متاح بالنسبه لمستر لاسيرتي. شايف ان ممكن يكون في تعديلات بكره في التشكيل؟ اعتقد لا، اعتقد ان ممكن مستر مارتين لاسيرتي يشوف يعني يكمل بنفس الطريقه اللي لعب بها مباراه المقاولين كويس، باستثناء بعض التغييرات. ممكن اعتقد ان صالح جمعه ممكن صالح جمعه يبدا بدلا من وليد سليمان. ليه حسابات ممكن يعملها كمفاجاه ان هو الزمالك عامل حسابه ان هو يلعب الاهلي يلعب باخر تشكيل فيسحب وليد سليمان وينزل صالح جمعه، كلها حسابات ممكن تكون موجوده في المباراه. انما اعتقد ان القوام الاساسي هيكون موجود. القوام هيكون موجود. طبعا. هل ممكن يكون في توقع للمباراه بكره خصوصا في ظل المعنويات العاليه عند لاعبه النادي الاهلي والمعنويات المنخفضه عند لاعبه نادي الزمالك بعد فقدان بطوله الدوري او خساره بطوله الدوري؟ كل فريق ليه معنوياته وليه دوافعه. النادي الاهلي يهمه جدا انه بعد الفرح اللي كان فيه ما يزعلش جمهوره وهو نفسه ما يزعلش. صح. قصه انك تختتم الموسم بفوز على الغريب التقليدي نادي الزمالك المنافس ليك، اعتقد ان مهمه جدا للنادي الاهلي وجماهيره ولادارته ولكل محب النادي الاهلي. مهم ان هو يختم الموسم بفوز. على الجانب الاخر نادي الزمالك محتاج انه مش هنقول رد اعتبار، هو الفوز على النادي الاهلي مش رد اعتبار بالدوري، محتاج انه يختم موسمه بشكل كويس. تمام، اكيد نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كويسه بكره ما بين الاهلي والزمالك، والاهم باذن الله النادي الاهلي هو اللي يفوز في هذه المباراه غدا. بالتالي جزئيه مهمه قوي، بكره ختام لموسم طويل جدا جدا 363 يوم تعب كل واحد بيشتغل في المنظومه. الموضوع كان صعب يعني، مش تعب العيال بس وتعب الاداره بس، تعبنا احنا كمان يعني تعب كل واحد في المنظومه. اخيرا الموسم ده هينتهي غدا ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك، ايه اللي لازم يحصل عشان نشوف موسم جديد من غير كل السلبيات اللي شفناها الموسم ده من وجهه نظرك؟ اللي لازم يحصل ان احنا يكون في منظومه. هو احنا لما نحب نكلم اتحاد الكره مع احترامنا الكامل للمدير التنفيذي اللي هو صورة فيلم، احنا عارفين انه مش مكمل وده موسم برضو مكمل، يعني مين اللي هيعمل ايه؟ احنا مش عارفين. الرؤيه مش واضحه، نتمنى ان هي تكون واضحه الفتره اللي جايه
اتمنى ان يكون في اسس وخيارات موجوده معلنه للناس كلها هيحصل كذا وكذا وكذا، مش كل وقت بحاجه مختلفه. محتاجين نعرف ان النظام اللي هيتحط دلوقتي هيمشي عليه المجلس الجديد اللي هيجي. مش معقول ان في وسط الموسم او بعد ربع الموسم ما يبدا المجلس الجديد يكون في تعديلات. التعديلات ديت هتضر الانديه وهتضر كل واحد في المنظومه. لابد اللي بيحط النظام دلوقتي يعرف ان هو مش مؤقت. يعني يعرف ان اللي بيحصل ده من مصلحه الكره المصريه، ومصلحه الكره المصريه لا تقل عن مصلحه البلد. اكيد تمام. فلابد ان هو يفكر ويشوف التجربه اللي بره عامله ازاي، ويشوف انا ممكن احط ده جدول شكله عامل ازاي، وممكن احط طبعا خلاص اللوائح وكل حاجه اتحطت واعلنت ومش هنتكلم فيها دلوقتي عشان مش مجاله تمام ولا وقته دلوقتي، لكن محتاجين اسس نبني عليها الفتره اللي جايه، ومحتاجين حد يعمل لنا ككره مصريه خطط قصيره الاجل وطويله الامد. يعني محتاجين نحقق ايه دلوقتي ومحتاجين نحقق ايه كمان 5 سنين. مش بالصدفه، احنا كفايه صدفه. كفايه صدف فعلا، احنا ماشيين بالصدفه للاسف. كفايه ان احنا بنفكر حتى لو لسنه قدام. احنا لابد ان احنا نفكر لسنه قدام، ولابد ان احنا نفكر لسنين قدام. عايزين نبني جيل يقدر يرجع الكره المصريه زي ما كانت. عايزين نزرع حاجه مهمه افتقدناها الفتره اللي فاتت، وهي حب المكان اللي انت بتلعب فيه. حب او اعلاء مصلحه المكان اللي انت بتلعب فيه على مصلحتك الشخصيه، خاصه لو كنت انت بتتكلم عن تيشيرت منتخب مصر. صح، لابد انك دي حاجه لابد انك تعليها، لابد انك تعلي المينتاليتي بتاعه اللاعب المصري. كويس اوكي. طب بالتالي بما انك بتتكلم على المنتخب الوطني المصري، هل شايف الانسب خلال الفتره الجايه ده ملف ما هيكون مطروح بشكل كبير جدا بعد انتهاء مباراه الاهلي والزمالك فيما يتعلق بالمدير الفني القادم لمنتخب مصر؟ افضل ايه، الاجنبي ولا الوطني اللي يكون مدير فني؟ شوف، احنا وصلنا لمرحله ان احنا لحد اللحظه دي بنطرح السؤال ده. الافضل مدير فني محلي ولا مدير فني اجنبي؟ احنا المحتاجين نعرف الاول احنا نظامنا ايه، احنا عايزين ايه، وبعد كده نشوف هنجيب مدير فني اجنبي ولا محلي. بس اللي عايزه المصريين هو ان انت تنافس على بطوله الامم الافريقيه بشكل طبيعي. بإيه؟ وان يعني ما هو لازم يكون في نظام. اقيم النظام ده انت لازم يكون موجود. اوكي، انا بتكلم على الاهداف اللي بتبقى متحدده لاي مدير فني جاي دلوقتي لمنتخب مصر. لما هتيجي تطالب، انا عايز اوصل مين هيطالب المدير الفني؟ الاتحاد الكوره. فين هو؟ ما هو هيجي اكيد. ما هو انت لازم تجيب مدير فني في وقت قريب. يعني الانسب ان انت تتعاقد مع مدير فني بعد ما اتحاد الكره الجديد يجي، ولا في خلال الفتره الحاليه؟ احنا مش عارفين اتحاد الكره الجديد هيجي امتى. هي مش زي ما بقول لك، هي معضله وحلقات مرتبطه ببعضها. طيب، هعمل ايه ومين هياخد القرار وهجيب مين؟ كويس، ولازم ده بسرعه. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير عليك، برحب بيك من جديد، وعايز اعرف اخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي ومرانه الاخير استعدادا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. اتفضل. تحياتي ليك يا امير مره ثانيه، وللزميل خالد الفريدي ولكل المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك فاروق. الجديد عندك ايه؟ خليني اقول لك امير، النهارده اثناء حضور الفريق وتواجد الفريق للملعب الاداء المرامي الاخير، تفاجأ الجميع بحضور الكابتن وائل جمعه صفقه دفاع النادي الاهلي والمنتخب المصري اللي كان حريص ان هو يكون موجود. تفاجأ الجهاز الفني واللاعبين بوجود الكابتن وائل جمعه كمتواجد في ملعب المرام في انتظار اللاعبين والجهاز الفني. صافح الكابتن وائل جمعه الجهاز الفني وتبادل دي لقطات معانا على الشاشه اهي دلوقتي. كابتن وائل جمعه وهو بيزور معسكر النادي الاهلي في برج العرب قبل مباراه الغد امام نادي الزمالك، واكيد لقطه ولفته مميزه جدا جدا من اسطوره ونجم كبير قوي قوي زي الكابتن وائل جمعه. يعني اتفضل يا فاروق. يعني انا عايز اقول لك امير ان الكابتن وائل جمعه في اثناء الحديث مع الكابتن وائل جمعه بيقول انا بستغل الاوقات اللي يعني احاول ان انا اكون موجود جنب النادي الاهلي، موجود في المكان اللي فيه ريحه النادي الاهلي. قيمه وائل جمعه وقيمه واحد من اساطير كره القدم المصريه والاهلاويه والافريقيه الكابتن وائل جمعه امر مهم جدا، مدعبات واستعراض للذكريات مع الكابتن احمد فتحي كابتن وليد سليمان ورامي ربيعه. جو احساس العيله او البيت الاهلاوي يا امير، كلنا لمسناه
ايضا كابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم توجه اثناء وقوف الجهاز الفني مع الكابتن وائل جمعه، تفاجأنا مره ثانيه بدخول الكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم لارض المران ويوجهوا التهنئه للجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين على لفته مميزه برضو طبعا رقم 41. والكابتن طارق العشري اثناء حديثه قال يعني قال انا عايز العلاقات اللي العلاقه القويه اللي بيننا وبين النادي الاهلي واللي بيننا وبين كافراد منظومه رياضيه ان احنا نحافظ على هذا الامر، وانا النهارده برو بكبادره ببقى موجود ولازم ان احنا كافراد من المنظومه الرياضيه نحاول ان احنا ننمي هذا الامر ونساعد على هذا الامر. فبنتوجه بالشكر طبعا للكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم كابتن وائل جمعه. دي كانت يعني من ابرز الامور اللي في مران الاهلي اليوم يا امير. انطلق المران وبدا المران في كمان الساعه 7:15 حاله من السريه، يعني حاجه لكن في حاله من السريه، حاله من التركيز من اللاعبين زي ما استعرضنا واتكلمنا الروح المعنويه، الروح المعنويه والروح العاليه اللي عند اللاعبين والتفاؤل اللي موجود عند اللاعبين والتركيز وال في روح جوه اللاعبين من على ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي وان شاء الله بمشيئه الله فوز على نادي الزمالك من اجل انهاء الموسم بانتصار. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح قال لنا كل الاخبار المتعلقه بمران النادي الاهلي في هذه اللحظات واستعدادا لمباراه الهامه جدا جدا بكره ان شاء الله امام نادي الزمالك. ومن ابرز الاخبار زياره النجم الكبير جدا جدا واحد ابرز نجوم الكره المصريه في خط الدفاع بالتحديد الكابتن وائل جمعه، اكيد زياره مهمه ومميزه في توقيت مهم بعد الفوز ببطولة الدوري وقبل مباراة مهمة زي مباراة نادي الزمالك. شايف مدى تأثير هذه الزيارة من نجم كبير زي كابتن الكابتن وائل جمعة في الظروف دايما المباراة المهمة المباراة الصعبة الظروف الصعبة دايما بيكون حريص انه يكون موجود في وقت انه يكون موجود في مصر. وده دور كل اولاد النادي الاهلي على فكرة. كويس. ده دور موجود ودايما واقفين في ظهر النادي، دايما موجود بيحفزوا اللعيبة، دايما بيكونوا موجودين معاهم على وقت ما بيكون مهم ان هم يكونوا قريبين بيكونوا قريبين، وقت ما يحسوا ان هو محتاجين يبعدوا عشان حاجة معينة او تركيز او اي مكان بيبعدوا، وهم عارفين التوقيت اللي بيكونوا موجودين فيه وهو مرحب بيهم في النادي الاهلي في اي توقيت هم بيختاروه. طيب قبل ما اختم معاك، هل ليك اي توقعات لمباراه بكره ان شاء الله؟ الاهلي انا زي ما بقول لك انا دايما شايف ان في اي منافسه او اي بطوله مش افراط في التفاؤل، بس دايما بشوف النادي الاهلي هو مرشح دائما للفوز باي بطوله او اي مباراه، وده الطبيعي انه يدخل النادي الاهلي. دايما زي ما بقول لك دايما نراهن على النادي الاهلي، بتراهن على فعلا على حاجه مش هلاميه زي ما بيقولوا، ليك اسبابك وليك رؤيتك انك لازم تراهن على النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام نادي الزمالك. قبل ما اشكر زميلي العزيز خالد التريبي والناقد الرياضي الكبير، خلينا نقول لحضراتكم ان بكره هيكون في تغطيه خاصه جدا من قناه الاهلي لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، مباراه 118. التغطيه هتبتدي بالتحديد من الساعه 4 عصرا من خلال اطلاله صحفيه هكون معاكم ان شاء الله باذن الله فيها. بعد كده هيكون في استوديو من استاد مختار التتش هيقدمه زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهيكون ضيوفه كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش نجوم النادي الاهلي الكبار. وبعد كده ننطلق الاستوديو الرئيسي التحليلي لمباراه القمه من خلال طبعا الكابتن اسلام الشاطر، وهيكون ضيوفه كل من كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، بالاضافه طبعا لفقره الارقام مع الدكتور احمد ثابت، والفقره التحكيميه هتكون مع الكابتن سمير عثمان. دي التغطيه الخاصه بمباراه الغد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله تكون تغطيه مميزه. استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكنت مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا مبسوط كذلك يا امير، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره الفوز بالدوري والفوز بالقمه ان شاء الله. الف الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت فقرتنا النهارده، الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا. استنونا وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.